السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. نكمل وياكم محاضرتنا ضمن numerical solution of set of algebraic equations، المعادلات، مجموعة من المعادلات. قلنا يوم تجينا عند مجموعة من المعادلات كنا نحلها بالطرق اللي هي نحولها إلى مصفوفة، وثم نحل إنه أما بطريقة Gauss's elimination أو Gauss's Jordan elimination أو Riemann's rule. هنا راح يفرق بعض الخطوات لها. ليش؟ لان هاي نسميها طريقة الايتريشن ميثود، طريقة اللي هي التعويضية. اول شيء خلينا نتذكر فشغلة بسيطة، انه احنا دائما عندنا قلنا هذا الاكس والواي والزد، وهاي معادلة رقم واحد، معادلة رقم اثنين، معادلة رقم ثلاثة. زين، هسه تجي المعادلة رقم واحد، انا اعطوني ثلاث معادلات او اربع معادلات، نفرض ثلاث معادلات بس مخربطة التسلسل مالتها، فهمت؟ يا هي اللي هي معادلة رقم واحد، يا هي معادلة رقم اثنين، يا هي معادلة رقم ثلاثة. تمام؟ هاي معادلة رقم واحد، وهاي معادلة رقم اثنين، معادلة ثلاثة. ملاحظة رقم واحد، لازم معامل الـ x يكون أكبر من معامل y زائد z. يعني أشوف كل معادلة أسوي لها تيست أختبرها قبل ما أقدم الحل مالتي. إنه أول معادلة لازم يكون بها معامل x أكبر من معامل y مجموع ويا z. زين، هنا انا بالواي، اذا لازم معامل y اكبر من معامل x زائد z، اجمعهم جمع جبري عادي. تمام، اجمع جمع جبري، العفو مو جمع جبري عادي، يعني بغض النظر عن الاشاره، مطلق جمع، مطلق جمع، مطلق بغض النظر عن الاشاره. تمام شباب، بغض النظر عن الاشاره. زين، هسه انا بالزد، اذا نفس الحاله، انه الزد لازم يكون طبعا المطلق حتى لا انسى من اكس، ويا من اجمعها ويا الواي. هاي اهم شغله تنتبهوا لها بالنسبه انه شلون نختار المعادلات، لان هي باقي الخطوات تكون بسيطه. راح نجي انه عندنا هذا الاول مثال حتى نفهم الخطوات عليه. تقول لك solve the following set of questions. بين قوسين انا راح اكتب لك الطريقه شو يسموها هنا، انه جوكوبي اتريشن. فانت هنا لما اقول لك جوكوبي اتريشن، انه راح راسا تعرف انه هاي الطريقه راح استخدمها، اما اجيب طار اتريشن جوكوبي اتريشن. لا تنسى انه هذا الحل فقط لمن للينير، هذا الحل فقط لمن لينير. تمام، لينير، معادلات اللينير، نوع لينير هم نعرفها. اللينير هي المعادلات اللي تكون لأس مال الأكس واحد وليس لديه حاصل ضرب متغير. أول طريقة نجينا جوكوب إيتريشن، نجي النوم على المثال حتى نفهمها. أجي هالمعادلات مخربطة بالنسبة لي، فأنا أول شيء شو أسوي؟ أسوي له ترتيب. تمام، أسوي له شنو؟ إعادة ترتيب. كيف أسوي إعادة ترتيب؟ أجي هناك المعادلة أشوف لازم معامل الأكس شبي، اجي ارجع هنا اقول لازم اول معادله معامل الاكس شبي اكبر من معامل الواي زائد الزد. ارجع للسؤال، هاي المعادله الاولى، اول شيء معامل اكس 4، وهنا معامل جد اكس 2، وهنا جد معامل، طبعا بغض النظر عن الاشاره، هنا جد معامل اكس 4. اذا هاي المعادله وهاي المعادله، يعني المعادله الاولى والاخيره ممكن تكون هي المعادله الاولى اللي هي تمثل لي ضمن الاكس. شلون عرفت؟ انا لازم هاي اكبر المعاملات اكبر شيء. هسه نجي اختبر معادله معادله. هذا قد معاملها 4، زين هاي ايش قد؟ هاي 8، وهاي ايش قد معاملها هنا؟ 1، ماكو معامل يعني 1، 1 زائد 8 9 اكبر من الاربعة. اذا اول شرط ما تحقق لي، طلع لي اكبر، انا اريد لا، اريد الواي زائد الزد يكون عندي اصغر من الاكس. فاجي هنا اختبر الثانية، انه عندي انا يعني الاربعة اكس، هنا عندي هاي ايش قد؟ هاي اربعة، هنا ايش قد معامل؟ واحد، هنا ايش قد معامل؟ واحد، بس صار اثنين. اذا هاي اول معادلة هي تمثل لك هاي المعادلة الاولى اللي هي راح اطلع من يمها قيمة الاكس. تمام؟ شلون عرفت؟ انه انا يعني الاربعة اكبر من معاملات الواي والزد، هاي معامل الاكس اربعة اكبر من معاملات الواي والزد. أسجل من المعادلة الثانية، ايش بقت لي معادلة؟ هاي المعادلة الأخيرة طارت، بقت هاي المعادلة وهاي المعادلة،
فتلقائيا هاي رقم 8 هي اكبر من هذا الواحد، فاجي اختبرها على الرغم انه 8 كبيره كرقم، يعني انه اكبر من الواحد راسي، راح اقول هاي المعادله الاولى هي تمثل لك واي، لكن اجي اختبرها هاي 8 في معاملات الزت والاكس، هاي معامل الزت 1، معامل الاكس 4، 4 زائد 1 5، اذا الخمسه اصغر من 8 اذا هاي المعادله الثانيه اللي تحكم لي المن للواي. اذا اول شغله سويت معادلات التسلسل بجد تلقائيا هاي المعادله الاخيره هي الزت، واقدر اختبرها المعادله في معامل الزت هنا 5، معامل الواي عندي 1، معامل الاكس 2، 1 زائد 2 3 اصغر من 5، اذا هاي المعادله الاخيره طابقت عندي. تمام شباب، هاي المعادله الاخيره طابقت عندي. اوكي شباب، هسه نجي شغله ثانيه. اذا انا نقلت، قلت لك انه شباب قلت لكم انه هاي المعادله انا نقلتها بالاول وحده صارت، وايضا اتخلص من المعامل اللي عندي او الرقم اللي عندي اضافي ما بي لا اكس ولا واي اللي هو رقم اعتيادي، اخليه ما بعد قلنا الارقام اخليها بجهه الثوابت، والمتغيرات هي معاملتها بجهه اخرى. تمام شباب، هسه شجي اجي من معادله رقم 1 اللي طلعناها هاي نطلع قيمه اكس، يعني اخلي اكس واي شيء غير الاكس اخليه بعد يساوي 7، هنا ناقص واي صد زائد واي، ناقص زد ارتبها انه زائد واي ناقص زد. تمام، من يوم نخلص من معامل 4 قسم طرفين على 4 فيصير تقسيم 4 ويبقى الاكس وحيده. ورا ما خليته اجي النوم ارمز القيمه اللي هنا هي الانيشال، الحرف الاي انيشال، بمعنى انه القيمه الابتدائيه للواي والقيمه الابتدائيه للزد. اما الاكس اي زائد 1 يعني القيمه اللاحقه، قلنا لما اقول زائد 1 قيمه لاحقه، لما اقول اي ناقص 1 قيمه السابقه. تمام، الاكس اي قيمه الحاليه، اكس اي زائد 1 القيمه اللاحقه، والاكس اي ناقص 1 القيمه السابقه. طلعت الاكس من هاي المعادله، اجي على المعادله اطلع الواي والباقي كله على صفحه، والنوم اجي المعادله الثالثه اطلع الزيت والباقي كله على صفحه. طلع عده معادلات. ثالث خطوه افرض اسيوم انيشال فاريوز، دائما جاب الانيشال اللي هي اكس نوت واي نوت زيت نوت هي شقد؟ 1، افرضها 1، بعدين هي تقوم تقرب لي من الحل، بعدين تقوم المعادلات تشتغل عندي تقرب لي من الحل. تمام؟ اوكي شباب؟ هسه ايش اجي؟ اجي اطلع قيمة الاكس 1 هنا يعني بالصفر، هذا الانيشال، اذا هنا بدل الاي صفر زائد 1 اكس 1 واي 1 زد 1. تمام؟ اكس 1 واي 1 زد 1 هي عبارة عن شنو؟ انه اعوض هاي القيمة الواحد اللي هي تمثل لك الاكس والواي والزد وين؟ ضمن هاي المعادلة حتى اطلع هذا الرقم. ضمن هاي المعادلة حتى اطلع الرقم الثاني. وضمن معادلة الزيت حتى طلع رقم 3.2 اللي هي الزيت 1. تمام شباب، يعني اخذت هاي القيمة حولتها وين عوضتها؟ هاي القيمة الواحد عوضتها ضمن هاي القيم عفوا المعادلات حتى طلع القيم 1.75 3.25 3.2. دائما قلنا هاي اول خطوة انه بنروح للجدول حتى نفتهم الخطوات الاخرى. تمام شباب، طبعا انا بالامتحان احددك اقول لك يا مثلا اريد 6 ايتريشن. تمام، مثلا اريد 6 ايتريشن 5 ايتريشن 4 ايتريشن. اوكي، او اقول لك لا والله اوصل لي للحل ممكن يصير 10 خطوات حسب ما قيمه السؤال بالنسبه كتقييم الدرجه، واكون محسب حساب الوقت ايضا. تمام شباب، اوكي، هاي بالنسبه لنا. هسه نجي ايش قلنا؟ قلنا قيمه الاكس 1 والواي 1 والزد 1 هم ذني صح؟ اوكي، انا اول قيمه بالانيشال بالصفر عوضت الاكس اي والواي اي والزد اي، عوضت يعني الاكس صفر عوضتها ايش قد؟ عوضت 1 1 1 صح؟ لما يعني جيت عوضت بالمعادلات ال 1 1 1 ايش طلع لي؟ 1.75 3.25 3.2. هسه يجي واحد يسالني يقول زين شلون راح اعبر على الاكس 2؟ شو اسوي؟ اقول له يابا انا مو عندي معادله للاكس وعندي معادله للزد يعني الواي والزد، اجي مجرد اعوض القيمه السابقه. انا بالاكس 2 اذا اعوض القيم مال الاكس 1 والواي 1، يعني انا بالايتريشن هاي نمبر اوف ايتريشن، انا ضمن الايتريشن 2 ضمن الخطوه الثانيه، اذا اخذ المعلومات من الخطوه السابقه من الاي ناقص 1، اذا هذا الاي اذا هنا اي ناقص 1، اذا اخذ الخطوات ذني، اعتمد على من؟ اعتمد على ذني الارقام، اعتمد على الاثنين.
زين انا بالخطوه الثالثه اعتمد على الخطوه الثانيه. اذا انا بالخطوه الرابعه اعتمد على قيمه الاكس والواي والزد يا خطوه السابقه اللي هي الثالثه. زين بالخامسه اعتمد على الرابعه. هسه تقول لي شلون اعتمد على الرابعه؟ يعني اخذ قيمه الاكس والواي والزد ذني اجي اعوضهم ضمن المعادلات الاساسيه اللي ضبطناها. يعني قيمة مثلا اريد اكس 5، اذا هنا اكس بتصير اكس 4 ناقص زد 4. اريد الواي 5، اذا لازم يصير اكس 4 والزد 4. اريد الزد 5، لازم يصير الاكس 4 والواي 4. اشوف ايش قد قيمه الواي 4، قيمه الواي 4 هاي، ايش قد قيمه الزد هاي، فاقدر اطلع قيمه هاي. تمام شباب؟ هاي بالنسبة لطريقة، بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي مال iteration Jacobi iteration. إذا قلت لك بين قوسين using استخدم Jacobi iteration أو يقول لك by using Jacobi iteration، إذا تستخدم لهذه الطريقة إنه مجرد اعتمد على القبلها. هسه نجي على وراها، الخطوة الوراها أو الطريقة الوراها طبعا راح يجي قلنا سؤال نصا من هاي الطرق اللي راح ناخذها الجاي. هسه اشرح لكم اياها. فجاوسس سايدل ايتريشن، جاوسس سايدل ايتريشن، شنو الفرق بيناتهم؟ هذا جاوسس سايدل اخذ الطريقه القديمه مال جاوسس، اجى طور عليها ايتريشن. ايش قال؟ قال ايش سووا جاوسس وسايدل؟ اعتمدوا على طريقه جاكوبي ايتريشن. قال لك الخطوات نفسها بس الفرق اللي راح نسويه هو كالاتي. احنا هنا بهاي الطريقه ايش قلنا؟ قلنا انا اذا بخطوه 2 اعتمد على القيم مال خطوه 1 كلها، وإذا بخطوة ثالث اعتمد على القيم مال اكس واي زد اللي بالخطوة 2، وإذا بالخطوة الرابعة اعتمد على القيم اللي بالخطوة 3. زين إذا اجي اعبر انه على الطريقة اللي بعد هيك، الخطوات طبعا نفسها بالضبط، تبقى الفرق شنو هو؟ انه انا فرضت الواحد واحد واحد وجيت طبقت القانون مال من مال هنا، جيت اطبق المعادلة بالاكس، فالاكس انا ما عندي قيم جديدة بالواحد، عندي قيم بس بالصفر. اذا اعتمد على قيمه الواي بالصفر وقيمه الزد بالصفر، قيمه الزد للصفر واحد وقيمه الاكس للزد الواي للصفر هي ايضا واحد. نجي هسه شو راح اسوي؟ انا يوم راح اطبق هنا أنا اريد هاي القيمه شو تطلع لي 3.625، شو اعتمد؟ اعتمد على قيمه الزد القديمه واعتمد على قيمه الاكس اللي طلعت لي. زين هسه راح نجي بالزد. إذا أنا بالزد، الزد أنا عندي قيمة إكس قديمة جديدة وعندي قيمة واي جديدة، إذا أعتمد على نفس الخطوة. هسه أرجع أعيد لكم الخطوات. إذا أنا بقيم بالإكس، إذا شو أعتمد؟ أعتمد على القديم، يعني ما عندي قيم جديدة، بعدني استوني بأول خطوة بالمعادلة مال إكس. إذا أعتمد على قيمة الواي والزد القديمات اللي بالأعلى اللي قبلها يسبقها بخطوة. أما بالواي فاني اعتمد على قيمتين، قيمة زد القديمة وقيمة الاكس الجديدة. اما اذا انا بالزد فاعتمد على قيمة الاكس والواي الجدد اللي طلعت لي ضمن نفس الخطوة. تمام؟ اعيد. اذا انا مثلا هنا بالخطوة 3 1.994 something، اذا هاي اعتمد على من؟ على قيمة 3.9 هذا المظلل واعتمد على قيمة هذا الزد. ليش؟ لان انا حاليا ما عندي جديدات، اذا اعتمد فقط على القديم. اذا انا بالواي لا، راح اعتمد على زد القديم واكس الجديد. ليش؟ لان طلعت عندي قيمه لاكس جديده. اذا انا بالزد، اذا اعتمد فقط على قيمه الاكس والواي الجديدات. اذا انا بالزد اعتمد على قيمه الاكس والواي الجديدات. هذا الفرق ما بين الخطوتين، اما البروسيجر او الخطوات بالاحرى فيكون ثابت، ما عندنا اي مشاكل. لهنا هذا الموضوع نقول يابا انه ختمنا، ما عندنا حاليا يعني العفو انه حاليا ما عندكم بعد مواضيع راح تاخذوها. لهنا هو يكون داخل بامتحان الفاينل ومهم جدا ضمن الاسئله الفاينل. اما هذا الموضوع نون لينير انه ما لحقنا ناخذه، فاذا هذا غير داخل ضمن الفاينل. اوكي، فقط المعادلات اللينير هي تكون داخل ضمن الفاينل. وقلت لكم بالفاينل انه احنا نحدد الطريقه، ليس اي شخص يستخدم اي طريقة انه هو يعرفها حتى يكون محدد ضمن الجميع وبيزم الآن. تمام شباب؟ اتمنى لكم كل التوفيق. لا تنسون المتابعة والاشتراك، ولا تنسون تتابعونها الحلقة بالنسبة للتحليلات الهندسية،
وتسووا لها شير للأصدقاء، وأتمنى لكم كل الموفقين بالفاينل إن شاء الله.